بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن طلابي نلتقي معكم من جديد للحديث عن موضوع جديد من موضوعات اللغة العربية والمعنونة برواية دعاء الكروان. وإذا ما تحدثنا عن رواية دعاء الكروان فنحن نتحدث عن عميد الأدب العربي الكاتب الكبير طه حسين. وطه حسين طلابي هو من كتاب الأدب العربي، لا بل هو عميد الأدب العربي الذي اشتهر بروايات كثيرة، ومن هذه الروايات رواية دعاء الكروان. طلابي رواية دعاء الكروان نشرت عام 1941، ولذلك طه حسين من خلال هذه الرواية ومن خلال فصولها ينتقد المجتمع القروي المتزمت المحافظ الذي ينظر إلى المرأة على أنها عورة فقط دون النظر إلى إيجابيات وإلى وضع المرأة بشكل عام، لذلك بقوله لا ينبغي أن تظهر للعالم بهذا الشكل. ويتناول أيضا ما تعانيه المرأة في المجتمع من انتقاص وظلم وإهدار لحقوقها، ومعاناة النساء بصفة عامة. تقوم الرواية على ثلاثية، وهذه الثلاثية هي الخطيئة والثأر والحب. ولعلي فصلت بالخلال الأسابيع أننا سنتحدث عن موضوع الخطيئة، وسنتحدث عن موضوع الحب، ونتحدث عن موضوع الثأر في الرواية والتي يعكسها عن الواقع المصري. لذلك طلابي الرواية فيها عاطفة، ومع ذلك هي تمثل صورة الكفاح للطبقة الفقيرة الكادحة في محاولة للتغلب على تعاستها، حيث وظف الكاتب في روايته وفي الشخصيات الموجودة القادمة من الريف إلى المدينة لينقل تصور هؤلاء عن المدينة وكيفية الحياة بها وما وجدوا من واقع تلك الحياة. نعم طلابي، رواية دعاء الكروان هي من الروايات المهمة والتي سنتحدث فيها عن موضوعات كثيرة كما ذكرت، ولكن في هذه الجزئية نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم بإذن الله في جزئية أخرى من جزئيات وأحداث رواية دعاء الكروان للكاتب الكبير طه حسين. هذا طلابي مجمل الحديث، على أمل اللقاء بكم، دمتم برعاية الله.